السلام البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بكل صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك انا وياكم واحد لاستوس او واحد الطريقه اللي كنت كنديرها انا باش نقص الوزن ديالي. يعني تقريبا نزلت بواحد كمية واحد الكيلوات كيف ما تنقولوا كتر باش نقص الوزن ديالي، ولكن شنو السبب اللي خلاني وصلت لذاك الكيلوات وكيفاش قدرت نتغلب عليهم. مهم، اول حاجه غادي نهضر لكم عليها هي انني كنت كنزيد في الوزن، ولكن كانت نسبه الاكل عندي ما كنتش ناكل بزاف. يعني ماشي كنت كنبغي ماكلت، يعني ما كنتش ناكل شي ماكله غادي تطلع لي الوزن بكميه كثيره، ولكن كنت ديما كنتسائل مع نفسي زعما علاش انا ما كناكلش وتنغلط. داكشي علاش ان شاء الله فاش جيت لعند الزوج ديالي ومشيت ندير التحاليل، كان داك الساعه فتره الحمل، مشيت ندير التحاليل لقيت عندي مشكل خمول في الغده الدرقيه. يعني ملي تيكون خمول في الغده الدرقيه اوتوماتيكمون تنفكروا في السمنه او في زياده الوزن، ولكن ملي كنلقاو عندنا البيلون خارجه فيه نشاط كثير في الغده الدرقيه هذا يعني كل الناس اللي تيضعفوا به، كل واحد وكيفاش، كاين اللي كيبقى في وزنه الطبيعي وكاين اللي تيغلط، ولكن بزاف الخمول تيغلط لدرجه انني انا عشت هذه القضيه وعندي صديقات لحد الان تيعانيو من الغده الدرقيه وكان عندهم زياده في الوزن ولكن تحاولوا يتغلبوا عليه بالدايت وبالريجيم اللي متبعين. المهم نهضر لكم على ما غاديش نهضر لكم على الريجيم اللي انا متبعه، يعني الا كنتو بغيتو نهضر لكم على الدايت اللي انا متبعه اللي صراحه زوين وتينقص في الوزن، غادي خلوا لي في لي كومونتير غادي نهضر لكم عليه وندير لكم عليه فيديو وندير لكم يعني فيديو يكون كيف ما كنقولوا مشرحه فيه كلشي وداكشي يكون 100% بيان ديتاي يعني باش تقدروا تفهموا. الوغ اول حاجه نهضر لكم على واحد المكون اللي هو بزاف البنات كتقراو عليه وكتشوفوا في الانترنت اللي هو حبوب الشيا او لي غرين دو شيا. يعني هاد حبوب الشيا كيف ما كتشوفوهم هما شتوهم كيفاش دايرين. هاد الحبوب الشيا اللي كنلقى بزاف ديال الناس كيكتبوا في لي كومونتير بانه شربي 7 ايام ولا 20 يوم ولا شهر حبوب الشيا وغادي تخصي من 10 حتى 20 كيلو. صراحه انا تناخد حبوب الشيا ولكن راه داكشي اللي تيكتبوا راه ما صحيحش 100% ولدرجه بانه بزاف ديال الدكاتره المغربيه هضروا عليه وشرحوا الحبوب الشيا كيفاش يمكن لكم تستعملوها وشنو الدور ديالها. مهم نتوما غادي تقراو على حبوب الشيا غنيه بالفيتامين غنيه بزاف ديال الحوايج صراحه زوينه. والطريقه باش كنستعملها انا كاينين جوج طرق، الطريقه اللي كنستعمل انا والطريقه اللي كتستعمل الصديقه ديالي اللي تبارك الله نقصات من 100 وزياده تقريبا حتى 70 كيلو بالريجيم وبالسبور بطبيعه الحال. وكتستعمل حبوب الشيا سي ليكيفالون ديال زريعه الكتان، يعني ملي كنقولوا زريعه الكتان تضاعف راه حبوب الشيا تضاعف. حبوب الشيا ماشي تضاعف ولكن هي غنيه بلي فيبر كيف ما كنقولوا، وهاد لي فيبر اليمونتير ديما كيحسوك بالشبع. ملي كنقولوا كتحسي راسك شبعانه ما تقدريش تاكلي، هي كتحاول تنقص كميه الاكل اللي كتاكلي في النهار، يعني ماشي تتضعفك لانه الا ما درتيش الدايت ديالك وما تبعتيش 100% ونقصتي من الخبز والنشويات والسكريات وتنقصي من الملح ومن المشروبات الغازيه والحلويات وداكشي، الا ما درتيش هادشي كامل لا ما غاديش تنقصي. زائد السبور، ملي كنقولوا السبور يعني ماشي تنقول لكم سيروا دخلوا ديروا لاصال ولا يمكن لكم ديروا غا لا مارش ولا ديروا الرياضه في المنزل كذلك ولا ديروا الحبل. هادشي كنقولوا داكشي اللي كنقول لكم اللي داكشي اللي تندير انايا. مهم الطريقه باش كنستعمل هاد حبوب الشيا كاينين جوج طرق، الطريقه انا كنديرها مع لي سلطات، يعني ملي كنصايب ليا سلطه مثلا خضراء او سلطه اللي كاين اللي متوفر في المنزل ديالي اللي كندير في الغداء تندير واحد المعلقه صغيره ديال لي غرين دو شيا او حبوب الشيا فوق من لاصالات ديالي. هذه الطريقه حتى هي زوينه وعمليه. وكاينه الطريقه الثانيه اللي تديرها الصديقه ديالي تبارك الله راه غاده بها، هي كتشد معلقه صغيره من حبوب الشيا من يلا كتفيق الصباح كتشدها وكديرها في الماء. هي بطبيعه الحال ملي كنقولوا هي بديل زريعه الكتان او ليكيفالون ديال زريعه الكتان، يعني اوتوماتيكمون تتنفخ وكدير واحد لوجيل، يعني كدير واحد لوجيل. اشنو تدير هي اوتوماتيكمون صاحبتي كتاخد داك حبوب الشيا اللي نفخت وكديرها في داك التوست في داك الخبز ديال التوست اللي غادي تاكل في الصباح وداك الماء تتشربه.
يعني بحال قلتي كديرها هي بحال شكل ديال الزبده، بحال شكل فرماج، بحال شكل كونفيتور، وتديرها مع التوست وكتاكلها. هي ما سهلاش لانها هي اصلا ما عندهاش لوكو نهائيا، ما فيها حتى شي مذاق، يعني غتجيكم ما غاديش تجيكم صعيبه بحال اللي كان فيها مذاق مر ولا مذاق حار ولا مذاق زفر، يعني هذه تقدروا ما تاخذوهاش، ولكن هذه ما فيها حتى شي مذاق، يعني تقدروا تغلبوا عليها. الدور ديالها كتخليك تحسي بالشبع لا غير. الكونتيتي اللي فيها جوج المعالق في النهار، لما قريت انا في الانترنيت ولا لما شفت ولا ما عشت مع البنات اللي عندهم لي زيكسبيريونس في هذا الشيء ديال لي ريجيم وهكا، جوج المعلقات صغار في النهار. انا تنديرها مره في النهار معلقه مع العصارة اللي تناكل في الغداء، وكاين اللي تيديرها مع دانون ولا اللي تيديرها مع الماموم. انا كنقول الطريقات اللي يمكن لكم ديريهم، يعني حتى هي طريقه مزيانه كتحسسكم بالشبع وكتخليكم تاكلوا ماكله اللي هي قليله في النهار، ومن بون كتساعدكم باش ما تبقاوش تاكلوا غير غادي انت تاكلوا باش ما تزادش الوزن ديالكم بزاف. انا حد الان تندير ريجيم وحد الان تنطيح في الوزن ديالي، والسبب الرئيسي كما قلت لكم الغده الترقيه، ديجا خدت عليها الدول الحمد لله، رجعت الامور كيف ما كانت، ولكن رجع لي شويه الوزن من بعد الولاده. يعني ضروري خاصني نتبع الريجيم، تنتبع الريجيم عادي في المنزل، ضروري في الاول كيجيك صعيب، ضروري في الاول ما كتقدريش تقاومي، ضروري في الاول كتجيك في شكل كتوحشي هادي تبغي تاكلي هادي تشهي هادي، ولكن مع الوقت غادي تغلبي وغادي تولفي. بالنسبه للسكر انا عندي واحد الصديقه ديالي حتى هي تدير الريجيم، وعندها كيف ما كنقولوا سيستم اللي كتمشي، تيقولوا لك بانه يمكن لك تحيدي السكر الابيض وتبدلي السكر بهذا السكر اللي كنقولوا المحلى الطبيعي ستيفيانا، او اللي عباره عن سكر مستخلص من عشبه ستيفيا. هذه العشبه كتكون طبيعيه 100%، راه ديجا كاين في المغرب وديجا كاين في لي سوبر مارشي كياخذوه. يمكن لك تبدلي السكر الابيض بهذا، ويمكن لك ديري حتى الكيك ديالك وكل شيء بهذا السكر، لانه زيرو كالوري وخالي من اللي كيف ما كنقولوا السعرات الحراريه. بالنسبه لي انا ما تناخذوش نهائيا، لانه الطبيب ديالي قال لي كيف ما خديتي السكر الابيض سي لا ميم شوز، هي ماشي سي لا ميم شوز، ماشي في نفس الشيء، ولكن قال لي كيبقى سكر سكر، يعني الا بغيت ناخذو خاص ناخذو مثلا غير جوج مرات في الاسبوع، ماشي يوميا نديرو مع القهوه، يوميا نديرو مع اتاي. انا صراحه ما تنصحش به، الا قدرتي تاخذي قهوه مسوسه ولا اتاي مسوس سيكون افضل، عصير مسوس غادي يكون افضل. المهم انا قلت نشارك معكم هاد لي زاستوس ولا هاد الشيء اللي تنستعمل انا، ولا بغيتو نشارك معكم كذلك الريجيم اللي تنتبعه علاش لا مرحبا والف مرحبا. وكذلك غادي ندير فيديو قادم ان شاء الله اللي غنتكلم لكم فيه عليه سكر حمل او الديابيت جيستاسيونيل، وكيفاش حاولت نتغلب على سكر الحمل اللي عانيت منه في مده الحمل الاول ديالي، الاول ديما كيبقى الاول. المهم كيفاش عانيت بيه وكيفاش تغلبت عليه، يعني الا بغيتو هادشي كامل نشاركو معكم، خليوها لي في لي كومونتير وندير معكم فيديو جديد ونشرح لكم فيه كلشي. وكنتمنى ان شاء الله هاد الفكره وهاد لي زاستوس اللي عطيتكم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وفادوكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي جيم ديالكم ولي بارطاج، وكذلك تخليو ليا لي كومونتير ديالكم. والبنات اللي كيشوفوا الفيديو هاد ديالي وباقي ما شاركوش في القناه ديالي، ما تبخلوش عليا بالضغط على السابوني وكذلك بالضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. وكنقول لكم شكرا الى فيديو قادم ان شاء الله.